السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، تكونوا تمام الصحه والعافيه ان شاء الله. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، اليوم ان شاء الله فيديو جديد. غادي نشارك معكم صالة ديال مونطو، واحد الموديل اللي زوين ان شاء الله، كنتمنى انه يعجبكم. لاول مره كتشاهد القناه، كنتمنى ان تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش هكذا يوصل الجديد ديال القناه. وشكرا للبنات اللي دائما كيخليوا لي تعليقهم وكيديروا لي جيم الفيديو، شكرا لكم بزاف. واي وحده كتشاهد القناة شكرا لها بزاف. اليوم ان شاء الله كما قلت لكم غادي نشارك معكم المونطو. بالنسبه للتفاح هو عندي هنايا توب دان، بالنسبه للموديل البنات فهو غيكون بالقب، والقب غيكون ان شاء الله غادي ندير ليه الدوبلور. اذا بالنسبه للمتراج ديال التوف غادي تحتاج 2 متر ونص حتى 3 متر، يعني حسب الفورمه ديال السيده على حسب المراه واش غليظه ولا رقيقه. بالنسبه ليا انا هنايا عندي 3 متر ان شاء الله هي اللي غادي نخدم بها كما كتلاحظوا. المهم انا هنايا غادي نطوي الثوب. اول حاجه غادي نقلب الثوب على الظهر ديالو، غادي نطويه على زوج على الطول ديالو، حيت غيكون البياسه غادي تكون حتى الركبه، يعني ما طويش لتحت، يعني ممكن غنخدم به بهذه الطريقه. هذه نطوي الثوب على هذا الشكل. هذا الا كانت السيده ضعيفه ممكن تستعمل غير 2 متر ونص، حيت التفاش غيمشي ليا في الدوبلور ديال القب، وحتى في هنايا غتكون لا غارنيتور غاهبط حتى لتحت. هكذا البنات غادي نطوي التوب بحال ما هكا ورجع ليكم. هنا البنات طويت التوب بهذا الشكل. هذا غنمشي اول حاجه غادي ناخذ الطول ديالي، خديت الطول اللي خاصني، خاصني في البياسه 1.15 متر. غادي نقطع غير باش ما يبقاش يديرونجيني التوب، غادي نقطع الطول حيت الثوب طويل غيبقى يديرونجي لو ما نقطع في الاول. هذا صافي البنات بهذا الشكل. هذا نقطعت اول حاجه كما قلت لكم الطول ديال البياسه. دابا غادي نبدا في الصاله ديالي. هنا البنات اول حاجه ثاني غادي نبقى الثوب ديالي من هنايا، هاد الشكل هذا البنات. كيفاش خديت الثوب؟ كما كتلاحظوا هنا عندي الحاشيه ديال الثوب، ها هي الحاشيه ديال الثوب، طويتو على 4، بحيث ان هاد الضوفه ديال الامام كتكون خارجه على الضوفه ديال الخلف، كتكون خارجه على الضوفه ديال الخلف بواحد 2 سنتيم حتى 3 سنتيم. الحاشيه ما كنحسبوهاش حيت غنحيدها. المهم انتم تشوفوا معايا كلشي، يعني المهم هنا كتخليو خارجه واحد 3 سنتيم هنايا في الجناب. صافي وغادي نبدا الفصاله ديالي بهذا الشكل. هذا اول حاجه غادي ناخذ الكتف. بالنسبه للكتف عندي 23 سنتيم. السيده اللي غادي نفصل ليها عامره شويه، يعني غادي ندير لكم المقاس هنايا كبير، يعني بالنسبه لكم نتوما راه 2.5 متر راه غتكفيكم في هذه البياسه، يعني هي 2 متر و 2.25 متر اللي كتكفى في هذه البياسه، ولكن حيت غنديروا القب مدوبل وهذا يعني غادي نزيدوا الثوب، يعني 2.5 متر. هنا البنات 23 سنتيم بالنسبه للكتاف بهذا الشكل. هذا كناخذ 8 سنتيم ديال العنق، كنهبط هنا ب 3 سنتيم في الكتاف بهذا الشكل. هذا كما كتلاحظوا غنهبط هنايا في الدوره ديال العنق، غادي نهبط ب 3 سنتيم بهذه الطريقه. هذه بالنسبه للتركيز، غادي ناخذ انا هنايا غادي ناخذ 21 سنتيم، 21 سنتيم. بالنسبه للربع عندي البنات 34 سنتيم، بهذا الشكل. هذا غادي نهبط هنايا في الايفازي، غادي نهبط ب 10 سنتيم او 11 سنتيم، وغادي ندخل في الايفازي عندي هنايا عندي 32 سنتيم تقريبا بهذا الشكل. هذا غنجي هنايا للتركيز، غادي ناخذ البيستولي باش ندير هنايا التركيز ديالي بهذا الشكل. هذا طبعا الحال اللي ما كتعرفش دير التركيز بيدها بدات البيستولي غادي تجيها حسنه البنات، حقاش البيستولي كيعاون بزاف. هنا البنات طراسيت الكتاف كما كتلاحظوا. بالنسبه هنايا البنات بالنسبه لهنايا لي هونش، غادي نخرج انايا هاد الايفازي كامل هنايا،
يعني نخرجوا لي هونج ديالي باش كتجي البياسه مطلوقه هنا بهذا الشكل. هذا غادي نخرجوا باش كيعطيني الوسعيه في لي هونج بهذه الطريقه هذه. بهذا الشكل هذا يعني الطريقه سهله. الا كانت السيده ضعيفه بطبيعه الحال راه غادي يجيها التركيز هنايا وغادي تدخل بحال ما هكا وغادي تجي تخرج هنايا، يعني على حسب الفورمه اللي كتخدموا نتوما. كانت المراه عريضه غتخدموا بطريقه، كانت المراه ضعيفه غادي تخدموا بطريقه اخرى. صافي البنات انا غادي نقطع بهذا الشكل هذا الطريقة هادي. غادي نجي هنايا غادي نفتح هنا الجناب بهذا الشكل هذا البنات. كنجي هنايا الجليل، بالنسبة للجليل فاحنا ما غاديش نديرو بطبيعة الحال العبار اللي خديت انايا حد الركبة، يعني كتاخدو الطول اللي بغيتو نتوما. العبار اللي عندي انا هنا حد الركبة، شنو غادي ندير؟ غادي نجي هنايا، ما بغيناش هنايا تكون نيشان، يعني بغينا نديرو ليها واحد الغون هنايا باش كتعطي واحد لي في زوين للبياسه. غادي ناخذ البيستولي بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا، يعني ما كنطلعوش بزاف، كتجي واحد الغون بحال ما هكا بهذه الطريقه هذه. هاد الشكل هذا البنات. دابا غادي ناخذ الضوفه ديال الامام، بجوج ديال الامام كما كتشوفوا. غنتني هاد التنيه هادي ديال جوج سنتيم ولا 3 سنتيم اللي خليته هنا، خليت 3 سنتيم كنتنيها بهذا الشكل هذا. من بعد البنات كنهبط هنايا ب 8 سنتيم، كنحدد دابا الطريقه هادي، كندير التقويره ديالي ديال العنق بهذا الشكل هذا. بهذه الطريقه هذه كنجي هنايا كنهبط في الكتاف واحد السنتيم باش كيجيني ديما الامام صغر من الخلف، يعني باش ملي كتلبس اللبسه تجي زوينه في اللبسه. كندخل هنايا البنات واحد الدخيله خفيفه في الـ في الـ في التركيز. دابا البنات غادي ندوز للكمام، غادي ناخذ اللي بقى لي من الثوب كمامة البنات. غادي ندوز ناخذ الكارنيتور، ما حد الثوب باقي عندي طويل اصلا. انا هنا عندي اكثر من 3 اكثر من 3 متر، حقاش السيده غادي تخدم ليها وتخدم لبنتها، يعني انا قلت لكم غير القياس اللي غادي يكفاكم نتوما. اما هنا راه عندي انا، المهم نعرف كيفاش غنتعامل مع الثوب باش نخلي البياسه البنيه الصغيره. ان شاء الله تيغ نشارك معكم المونطو ديالها. ها نتوما البنات غادي ناخذ هنايا الضوفات ديال الامام باش غادي نخدم الكارنيتور ديال الامام بهذا الشكل هذا البنات. يعني الكارنيتور كتبغي تكون يكون ثوب طويل هكذا، كنحط على الثوب بهذا الشكل هذا. بهذه الطريقة هادي البنات غادي نطراسي بهذا الشكل هذا. بهذه الطريقة كنتمنى يكون واضح. كنجي هنايا كناخد تقريبا واحد 7 سنتيم بهذه الطريقة هادي، واحد 7 سنتيم بهذا الشكل هذا. غنجي تاني هنايا، غنجي تاني هنا للأسفل هكذا، غنطراسي هنايا واحد 7 سنتيم هنا البنات. 7 سنتيم نحسبها من هنا، حقاش هاد الحاشية كلها غنحيدها، غنخلي غير دوك جوج سنتيم اللي مخلية أنايا في هنا فين غنركب السطيفات،
يعني هنايا غادي نحسب من هنا حيت الحشيه انا غادي نحيدها بالسورجي ما نحسبهاش، دونك نحسب 7 سنتيم من هنايا بهذه الطريقه هذه. صافي غادي نحيد الضوفه وغادي نطراسي بهذا الشكل هذا. وغادي نهبط هنا بهذه الطريقه هذه البنات، نتمنى يكون واضح. هنا كنقطع بهذا الشكل هذا، نجي هنايا بهذا الشكل هذا البنات. هذه هي لا غارنيتور كما كتلاحظوا. هاد الحاشيه هذه البنات حيت غتبان فيها هاد التقيبات اللي كيكونوا فيها كنحيدها بالسورجي ولا غنقطعها، فهمتوا؟ المهم دابا غادي ندوز الغارنيتور ديال الخلف، الغارنيتور ديال الخلف غادي ناخذها بهذا الشكل هذا. حتى هنا غناخذ 7 سنتيم حقاش غنخيطها على هذيك الغارنيتور اللي قطعت معكم دابا. بهذا الشكل هذا. دابا البنات غادي ندوز لكم ميمات. ميمات البنات غادي ناخذ الثوب ديالي بهذه الطريقه هذه، ثانيها على 4 كما كتلاحظوا، ثاني الثوب على 4. غناخذ اول حاجه العرض ديالكم، درت 21 في التركيز، غادي ندير 25 في العرض ديالكم. ها هي البنات 25، ناخذها هي 25، يعني داو العرض اللي بغيت. دابا غادي ناخذ الطول ديالكم. بالنسبه للطول ديالكم عندي هنايا عندي 58 سنتيم، ما غاداش ندير 58 سنتيم، غندير فقط 56 حقاش غادي ندير الباند هنايا، يعني غيكون بحال كل بحال ديال الشوميز، يعني غتكون فيه هنايا غتكون فيه الصدفه هكذا. البنات غادي ناخذ فقط كما قلت لكم، غادي نبدا من هنايا حقاش هنايا عندي ناقص الثوب، غنبدا من هنا. غادي ناخذ قلت لكم 56 سنتيم بهذا الشكل هذا، 56 سنتيم، وغادي ندخل من هنايا لهنايا ب 12 سنتيم، حيت انا بديت غير من هنايا ما بديتش من هنا، ما تلفوش بهذه الطريقه هذه. غادي ناخذ الطول ديال هاد المسافه هذه، وغادي نمشي للمنتصف ديالها، وغنمشي للمنتصف ديال هنايا، وغادي نمشي للمنتصف ديال هنا، كنخرج هنا بسنتيم وكندخل هنا بسنتيم. هاد الطريقة ديما كنشاركها معاكم بهذا الشكل هذا البنات. بالنسبة لهنايا العرض ديالكم البنات، بالنسبة هنا العرض ديالكم غادا ندير 18 سنتيم، حقاش الباندا اللي غندير هنايا غيكونو فيه الكم غيكونو فيه لي بلي وشادين في الباندا، يعني انا ما غيبقاش هاد العرض كامل في الكم بهذا الشكل هذا. عاد غادا نزيد الباندا من بعد. ها انتم البنات ديما كتخلو السنتيم ديال الخياطه، انا اي حاجه كنقولها لكم راه كنخلي فيها سنتيم ديال الخياطه، ما تنساوش.
هكذا البنات الكم ديالنا جا لي هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوز ناخذ الباندا. بالنسبه للباندا البنات كناخذ الثوب كنتني على 4 بهذا الشكل هذا. بالنسبه لكم كنت خديت 55، انا عندي في العبار 58، يعني خصني نزيد 3 سنتيم. دونك شحال خصني نزيد؟ خصني نزيد 4 سنتيم، يعني سنتيم ديال الخياطه. 4 سنتيم كتكون مضوبله، يعني حيت الباندا كتضوبل يعني 8 سنتيم. غادي ناخذ 8 سنتيم بهذا الشكل هذا. بالنسبه للعرض ديال الباندا غادي ناخذ 15 سنتيم، يعني كيجي الدوره ديالكم كتجي شحال؟ كتجي 24، يعني حيت غتكون في السطح خصو يكون مقبوط، غتجي فيه 24، وهذيك الزياده هي اللي كتكون الثانيه، كتكون بحال ما هاك، كتجي كيجي المونش بحال ما هاك، كيجي واحد على واحد بهذه الطريقه هذه، يعني ديك هي الزياده اللي كنزيدو باش كنديرو 15 سنتيم، 15 سنتيم بهذا الشكل هذا. يعني هنا بهذا الشكل هذا كيجي لكم، كيجي بحال ما هكذا البنات، كنتنيوه بهذه الطريقه هذه وكيجي هكذا البنات، كيجي هكا. وهذا الشيء اللي غيبقى ليا هنايا هو اللي غيجي بليات هنايا، كنتمنى يكون واضح بهذه الطريقه هذه. يعني هنا سالينا المونش، نبقى لينا باقي لنا القب. بالنسبه للقب البنات هنايا خديت، ها هو كما كتشوفوا تشوف كيفاش داير، يعني متني على زوج. غادي ناخذ هنايا، غادي ناخذ هنايا 45 سنتيم، 45 سنتيم على 35 سنتيم بهذا الشكل هذا. كنحاول غادي نطراسي هذا باش يبان لكم البنات، غادي نطراسي بهذه الطريقه هذه مرب مستطيل، غادي يكون مستطيل بهذا الشكل هذا، يعني حيت غنديروا القب، يعني ماشي قب غير ديكور، يعني راه غادي خاصو يكون كبير باش هكا ملي كنبغوا نلبسوه يجي يعني كيقد، يعني يجي وافي البنات. المهم البنات من بعد كنجيبوا هاد الضوفة ديال الامام وديال الخلف بهذه الطريقه هذه. ها هي الضوفة ديال الامام، غادي نجي غنعبر هنايا شحال عندي هنا، من هنا ما نحسبش هاد البلاط الزياده هذه اللي زدت لكم غنديروا ديال الصدف، حيت ما يكونش واصل القب حتى هنا، القب غيجيني من هنايا، يجي بهذا الشكل هذا عندي بهذه الطريقه هذه. كنعبر هنايا كنشوف شحال غتجيني بهذا الشكل هذا. كنجي ثاني البنات كنعبر هنايا كنحط داكشي اللي كيجيني كنحطو بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا، يعني باش يجيني داكشي قياس واحد. شحال جاتني هنايا؟ جاتني بحال القب العادي البنات، ها هي 10 سنتيم وهنايا 10 سنتيم وهنايا تقريبا 12 سنتيم. المهم هكذا البنات كيجيني هكا هكذا. انا جبت لكم هذه الطريقه حقاش كل وحده وشحال كيخرج ليها هنايا، كل حنايا اللي عندكم هنايا كتحطوه هنايا. صافي البنات غادي ندي هاد الخط هذا بهذا الشكل هذا لهنايا بهذه الطريقه هذه. غادي ناخذ البيستولي هكذا البنات، طريقه سهله ما فيهاش قوه العبار، وهذا كناخذ البيستولي بهذا الشكل هذا، يعني باش كيجينا القب سبور البنات بهذا الشكل هذا. وكنجي هنايا البنات ثاني كيجي القب داير هكذا البنات كما كتلاحظوا. دابا غادي نقطع، كيجينا القب بهذا الشكل هذا. هذا البنات غادي نديرو تبطين
والقب الاصلي هو اللي غادي نخدمه معاكم دابايا، ما بغيتش ندير هذا هو الاصلي باش ما تتلفوش. المهم حيت القب الاصلي غادي تكون فيه ديك البانده من هنايا، غتكون فيه البانده من هنايا، من هذا غنخرجوا القب الاصلي. انا معاكم غادي تشوفوا شنو غادي ندير. هانتوما البنات، خديت هنايا الثوب، ها هو باقي متني على زوج، يعني غير جريته لعندي. هانتوما وحطيت القب الاول اللي صوبت هو هذا، حطيت القب الاول اللي صوبت كما كتشوفوا. هانتوما غادي نطراسي بهذا الشكل، هذا كنطراسي هذه الطريقه هذه. انا طراسيت البنات، يعني هذا هو القب. هنا اعتبروني انني مطراسي من هنا حيت ما بغيتش نضيع الثوب. غادا نجي هنا البنات، غادا نجي هنا غادا نشوف شحال باغا انايا، شحال باغا في ديك الباندا. مثلا انا غندير في الباندا 10 سنتيم، يعني شحال خصني نقص من هنايا؟ خصني نقص 5 سنتيم، 5 سنتيم غادا تنقص من هنايا. يعني الباندا كتجي بحال ما هكا، كتجي 10 سنتيم مثلا، غادا نقص 10 ندير في الباندا 10 سنتيم، كتجي بحال ما هكا الباندا. فهمتوا البنات بهذا الشكل هذا؟ دونك هنايا غادا نخرج من هنايا، هاهي عندي من هنايا 5 سنتيم، كنبقى غادي بد 5 سنتيم كندور بها على القب كامل هكذا. بهذا الشكل هذا، بهذه الطريقه هذه البنات. يعني انا ما زيدتش القب هنايا، هاد الخويه هذه اصلا ما غاديش نحتاج داكشي، علاش ما هذا البنات. وكنقطع من هنايا. دابا البنات شنو غادي نزيد؟ غادي نزيد الباندا اللي عندي هنايا، غناخذ فيها 10 سنتيم، عندي من هنايا 10 سنتيم، وشحال غيكون فيها في الطول؟ كناخذ الطول ديال القب بهذا الشكل هذا، بهذا الشكل هذا البنات. تقريبا فيها 52 سنتيم ولا 53 سنتيم، نزيد سنتيم على قبل الزياده البنات. الباندا، الباندا غناخذ ثوب بهذا الشكل هذا، وغادا ناخذ هنايا في العرض ديالو تكون 10 سنتيم زائد سنتيمات الخياطه. بطبيعه الحال دائما سنتيمات الخياطه كتزيدوهم هكذا البنات. كما كتلاحظوا هنا باقي ليا الثوب، حيت قلت لكم هنا كان عندي الثوب زيد حيت عندي بياسه صغيره. غادا ناخذ عندي 53 كما قلت لكم في الطول ديال القب، يعني 53 على 2 هي 27 تقريبا، 27 اولا 28، غندير 28 واخا يكون عندي الزياده حسن ما يكون عندي الناقص. غندير 28 بهذا الشكل هذا، بهذه الطريقه هذه. وكناخذ هنا كما قلت لكم ديما 10 سنتيم وزيدوا سنتيمات الخياطه. هانتوما البنات كيفاش كيجي باش يكون واضح. هكذا البنات كتجي هاد الباندا هنايا بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. كلشي ان شاء الله غادي تشوفوه معايا في الطريقه ديال الخياطه. صافي البنات ساليت كلشي، بقات ليا غير هنايا هاد اللعيبات اللي غادي ندير هنايا منين غيدوز الحزام. سهلين البنات، يعني كن غير باندات صغيورين
هما اللي كنخيطوهم على ملي كنخرجوا الفتحه ديال الحزام. هادي غنقسمها على زوج. هذا البنات غنجي ناخذ الحزام. بالنسبه للحزام كتاخذوا الدوره ديال الخصر عندي متر و6 سنتيم وكتزيدوا عليها تقريبا واحد 20 سنتيم ولا المهم باش كتجي ديك العقده وكيجي شويه الحزام كبير شويه. المهم هنايا انا تنيت الثوب هنايا خديت متر و30 متر و30 هكذا بهذا الشكل. هذا كناخذ العرض ديال الحزام ناخذ فيه 6 سنتيم صافي وكنهبط بهذا الشكل. هذا الطريقه هذه يعني هذا هو الحزام. المهم بنات كما كتلاحظوا انا ساليت هنايا القب ديالي. ها هو القب ها الدوبلور ديالو كما كتشوفوا هنايا الكميمات هالباندا اللي غادي تكون في الكم هنايا. هنايا البنات الحزام حتى هو شاركته معاكم بهذوك الافتتاحات ديالو. وهنايا البنات الكارنيتور ديال الضوفه ديال الامام وهنايا الضوفه ديال الخلف. بالنسبه للجيب اللي غادا ندير هنايا غادا ندير لها جيب باسبور على البنات. الطريقه ديال جيب باسبور راني شاركتها معاكم البنات شاركتها معاكم في فيديو خاص باش هكذا الفيديو ما يجيش طويل. غادا نخليها لكم في اول تعليق باش تشوفوا الطريقه ديال الجيب. ولا جاكم جيب باسبور صعيب ديروا جيب اي جيب عادي ديروا البياسه ديالكم. المهم دابا هنايا كما كتلاحظوا انا ساليت معكم الطريقه ديال الفصاله. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو ديال الخياطه مع الشكل النهائي ديال المونطو. كنتمنى ان اللي عجبها لا فيديو تخلي ليا جيم ومرحبا بالتساؤلات ديالكم بتعليقكم. شكرا لتتبعكم القناه والسلام عليكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر باذن الله. دمتم في رعايه.